يا كابتن احمد منور. والله العظيم يعني مش عارف، انا لسه كنت بقول يعني كلام يا رب ما تكونش سمعت. بيقول شعر كابتن يا باشمهندس كالعاده. تحت امر سيادتك. هو بيقول شعر كالعاده في حضرتك. ده كابتن احمد ناجي ده طبعا حبيب الكل، ويعني راجل شخصيه جميله جدا وانسان رائع، وهو مش يعني هو مش مدرب قدير وبس، لا ده انسان وشاعر صحيح. ويعني واخ عزيز وفنان وحاجه جميله فنان جدا. فنان كبير جدا. وبعدين ده حبيبي من زمان قوي يعني. أنا ربنا يخليك يا باشمهندس. طول عمري بحبه وطول عمري معجب بيه وطول ربنا عمري ربنا يخليك يا باشمهندس. شايف نجاحاته بتمنى له النجاح. وبعدين انا سعيد جدا ان هو موجود معانا في نادي سموحه، يعني مشرفنا وعمل قيمه كبيره قوي. لا هو طبعا احنا بنبارك لك كمان على النتائج الاخيره يا باشمهندس، وكابتن احمد سامي عامل دور اعتقد دور بيكمل كمان اللي عمله كابتن حماده طبعاً. ده مهم طبعاً جدا طبعاً. انه بيكملوا بعض ودخل الفرقه بسرعه وده باين على النتائج. واكيد كل دوت زي ما الكابتن احمد قال، ده كل دوت بيبقى يعني هي منظومه واحده، ودعم حضرتك المتواصل للجهاز الفني وجودك مع الفرقه والشكل الاداري المنظم ده اكيد كمان عامل مهم جدا من عوامل النجاح. اشكرك طبعا يا كابتن هاني طبعا على كلامك الجميل ده، واحنا طبعا سعداء وزي ما حضرتك قلت ان الكابتن احمد بيكمل المجهود الكبير اللي بذله الكابتن حماده صدقي. صحيح. وهو حماده صدقي ده اخويا وصديقي العزيز وعشره عمر طبعا. حبه جدا. راجل محترم. قمه في الاحترام وقيمه فنيه كبيره قوي. والكابتن احمد راجل منظم ومجتهد وعنده طموح وشاب وقدر يتكلم مع اللاعبين بلغه قريبه منهم قوي، فحمسهم واداهم دوافع جديده. والكابتن احمد ناجي طبعا ربنا يخليه ويبارك فيه يعمل كل مجهود، والحمد لله الدنيا مشت ونتمنى تكون احسن واحسن واحسن باذن الله. يحسب لحضرتك انك راهنت على احمد سامي يا باشمهندس. والله انا ليا الشرف طبعا، انا قدمت لانه نجح انا قدمت مدربين كتير وحاجات الله ينجح دلوقتي هم متخصص في المساله دي الاولى ودايما انا براقب المدربين الشباب الصغيرين اللي طالعين وانا شايف ان في مجموعه مميزه منهم كتيره قوي، ودي في مصلحه الكره المصريه. واحمد سامي بالذات انا مراقبه من فتره ان هو لعبنا ثلاث مباريات وكسبنا في الثلاث مباريات وان هو راجل بيشتغل في هدوء وصمت، وبتمنى له التوفيق والنجاح يا رب يا رب. احنا بنتمنى لكم التوفيق وطبعا برضو مش عارفه حضرتك سمعت ده ولا لا، لانه احيانا في التليفون بيحصل الجاب ده، بس كان كابتن احمد بيشيد بالنظام الاداري اللي حضرتك عامله ونظام التحفيز للعيبه والمكافئات اللي بتنزل تحفيزا ليهم وللجهاز الفني، فده افتكر برضو بيساهم في حاله استقرار الفريق اكيد. طبعا الكلام ده ليه دور كبير قوي، بس طبعا الاساس ان لازم الاداره الفنيه تلم اللعيبه حواليها وتوحد بينهم، ويكون كل اللعيبه يعني فاهمه ان عندها دوافع جامده وفاهمه ان هي ليها رساله لازم تؤديها وتلعب ايد واحده، لان انا مهما عملنا شغل اداري ومهما كان عندنا لعيبه، لكن لو في حاله انقسام في الفريق او الفريق كله مش متجانس او الفريق مش مقتنع بالجهاز الفني او مش حاسس ان الجهاز الفني ده يفيده ويعني عنده طموح، مش هيكون عنده الطموح. اكيد اكيد يا باشمهندس. اكيد هم الاساس طبعا. واكيد طبعا والكابتن احمد ناجي كنا بنتكلم على مشروع سموحه نفسه، وان طبعا السنه دي طموحات سموحه ايه، هل فعلا في امل وفي طموح لتحقيق مركز كمان متقدم دلوقتي في المركز الخامس، ممكن جدا في طموح على المركز الرابع. انت عارف لا الرابع لا ده بعيد الرابع خلاص. صعب قوي. الاهم كمان قوتنا بدات متاخر بالظبط، لكن الخامس ده يعني هو ده الهدف بتاعنا. احنا نتمنى ان احنا نكسب كل الماتشات القادمه ونأدي اداء متميز جدا، ويبقى ده تحضير لنا للموسم القادم. واعتقد لو كسبنا المركز الخامس هيبقى من حقنا نلعب البطوله العربيه ان شاء الله. كذا مره نكون الخامس وكده وما لعبناش البطوله العربيه. لا مهم ان حضرتك كمان حاطط مع الجهاز الفني كمان، مش انت ما بتبصش على اربع اسابيع جايه او خمس اسابيع جايه، انت كمان في بروجكت وفي هدف السنه الجايه ان شاء الله من خلال وجود كمان كابتن احمد ناجي طبعا. اكيد ليه كمان دور في الهاني سليمان وعنده مجموعه كمان مجموعه مميزه من اللعيبه الصغيره كمان ناس مميزه جدا يعني باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. هنقفل مع حضرتك طبعا بعد ما نشكرك جدا يا باشمهندس. لا العفو العفو. شكرا جزيلا ليك.